مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. حسنا، بعد قرابة أسبوعين من الانتظار قد شارك معنا دافوك بوم أول تسريبات رسمية حول الحلقة 77. البارت الأول الذي كشف لنا فيه عن أحداث خطيرة قد تقع في الحلقة القادمة وبعض الرسائل الغامضة، لذلك في هذا سوف نقوم بتحليلها وأخبركم بكل الرسائل والأسرار الغامضة التي تخفيها، مثل من سوف نرى في الحلقة، ماذا حدث لعملاق الكاميرا، وما هي التطورات بشأن اتحاد عملاء التلفاز مع جيمان. كل ذلك وأكثر سوف نكتشفه في هذا الفيديو، لذلك أنصحكم بالمشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه الأسرار والنظريات الغامضة. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والأهم تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أخيرا لايك للفيديو ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسنا، في التسريب الأول نرى أسترو معارض ينظر ناحية الكاميرا في إحدى المناطق المهجورة، ولو رجعنا بذاكرة إلى الحلقة 75 فقد رأينا أسترو مشابها له في تلك الحلقة، ويبدو لي أن هذا هو نفس ذلك الأسترو في الحلقة، وهذا يعني أننا ربما سنرى حاملة الأسترو وربما أيضا الجاجرنوت الأم، لأنه يعد المقاتل الرئيسي في فرقة القتلى الأسترو. ولكن هناك احتمال أن يمكن أن يكون هذا أحد الأسترو المعارضة التي كان يتحدث عنها UFO أسترو في الحلقة السابقة، والتي كان من المفترض أنها كانت تتبع عملاق الكاميرا، وهذا يعني أن هنالك فرصة أن نرى عملاق الكاميرا في البارت الأول من الحلقة. وماذا سيحدث بينهم عندما يوصلون إلى منعطف ضيق وربما نحن نرى التصوير عبر عدسة عملاق الكاميرا، نظرا لأن الصورة تبدو نظيفة إلى حد ما؟ ولكن كما أخبرتكم من قبل أنا متأكد من أنه سيتم إنقاذ عملاق الكاميرا بواسطة العميل السري أو العم جيمي، وسوف ينفذه العميل السري نظرا لأن التحالف الآن ضعيف جدا ولا يتحمل خسارة عميل مثل عملاق الكاميرا. أما جيمان سوف ينقذه لكي يجعل عملاء التلفاز يغيرون رأيه فيه ويقبلون التحالف معه. ولكن ما هي توقعاتكم أنتم؟ أخبروني بنظرياتكم تحت في التعليقات. ولدينا العديد من الأحداث المتوقع حدوثها في الجزء الأول من الحلقة 77، حيث قد نرى استمرارية لإحداث الجزء الثاني من الحلقة 76 بعد أن دمرت المراحيض المدينة، لأن هذا الموقع في الخلفية يذكرني بتلك المنطقة. ولكن هنالك احتمال أن هذا الموقع يقع في مكان ما بالقرب من مقر المراحيض القديم. الغريب أيضا أن هناك أضواء مضاءة في المباني خلفها تلميحات إلى أنه قد يكون هناك أشخاص كانوا يختبئون من الأسترو طوال هذا الوقت، ولكن بسبب جودة الصورة من الصعب معرفة ما هي هذه الإضاءة بالضبط، وقد يكون شيئا آخر. ولكن لتوضيح أكثر دعنا نذهب إلى التسريب الثاني، وبالفعل في هذا التسرب نرى المدينة مدمرة بالكامل. ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه التسريبة هو الرسالة السرية التي تقول We are not here to hurt nobody، أي بمعنى لسنا هنا لإيذاء أي شخص، وفي الواقع إنها نفس معنى كلمات أغنية سكيبيدي التي تغنيها المراحيض. ولكن السؤال هو ماذا تعني هذه الكلمات بالنسبة لنا؟ في الواقع ليس من الضروري أن تعني شيئا، وربما فقط قد نسمع هذه العبارة في الحلقة فقط، فقد سبق وحصلنا على تسريب يحتوي على رسالة تقول فيدر، وفي الحلقة قد سمعنا رجل التلفاز ينعت رجال الكاميرات بهذه الكلمة. وعلى الرغم من أن دافوك أزالت تلك الكلمة في النسخة الكاملة من الحلقة، ولكن لا تزال الحقيقة هي أننا رأينا تلك الكلمة على التسريب ثم سمعناها في الحلقة، وأعتقد أيضا أننا سنسمع هذه العبارة في الحلقة القادمة، وأفترض أن قائلها سيكون العم جيمي بتطوره الجديد، وقد يقولها لعملاق الكاميرا بعد إنقاذه من قبضة القتلى الأسترو، أو ربما لعملاق التلفاز في حال تقابلوا بصدفة كما حدث من قبل في المشهد السري. ونعلم أيضا أن التحالف بحاجة ماسة إلى جيمان لأنه يعرف الكثير عن الأسترو. وبشكل عام أنا متأكد من أنه في الحلقة 77 سيشكل العملاء تحالفا رسميا مع جيمان بما فيهم عملاء التلفاز، وسيقاتلون ضد الأسترو لي أول مرة سويا. ولكنني سنكتشف أكثر عن هذا الموضوع في التسريبات القادمة، وقد يكشف لنا دافوك بوم فيها عن موعد إصدار الحلقة أيضا. لذلك ولكي لا تفوتكم أي من التحديثات والنظريات الجديدة حول السلسلة لا تنسوا الاشتراك في القناة والأهم تفعيل زر الجرس. أخيرا لايك للفيديو وسلام عليكم.